اللي من 20 22 سنة وأنا بزور على الليلة، وفكر من كثر ما لقيت صعوبات العصافية انعوجت من شغل الشد، وبضغط على نفسي إنه بحس أعطي شغلة أمان فيها على رؤوس العمال أو الشغيلة قبل الروابع. مصلحتي بزاول مهنة جدل وضبر الكابلات البولازية، مهنة صعبة جدا وتعلمتها بصعوبة شاقة، فبلبي طلبات أصحاب الروابع للمشاريع، بسوي له كمان بيوثقوا بعملي لأنه بعطيهم الشغل 100%، وأنا والحجة عم نقاوم المقاومة، هو الشغل على العمر، ونزلت الحمد لله أبتعب في شغلي. والله احنا بالتهجير تركنا كل شيء وطلعنا، فصرت ادبر عندي بدايه واشتغل فيها، والحمد لله مستور انا والحجه من ورا باب البعيشه.